تو خليني اتاكد ان كل شغال اول، لان تويتش اكثر من انا كبي. ناخذ احتياطنا. اوكي والله ما انا جاهز، بس وات تو دو، لست دوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا في ريفيو العاب قديمه. واليوم انا قعدت تمرنت صليت and بديت اشغل كم شيء، وقلت والله كنت تعبان لدرجة قلت اسمعني شكل برجع انام، حتى التمرين ما خلصته، بس قلت خليني اشيك على المواقع الاجتماعي كالعادة. فامس جاني عرق ملعون والدين، و قلت خليني اكمل شغلي الامس، لا نطفي لحد الان طافي على بكم فداك قاعد احربد لكم. فقلت تعرف اخر خطوة امس جاي بسويها ما قدر اسويها، خليني اسويها في الصباح. اي نفس اليوم، مو كان امس، كان اليوم. ها anyway شغلت قدرت وقمت اشتغل ساعتين، واو شغل تعبان بس على قد الحال. اجو علي يسوي ضل الشغل اشتغل الشغل طفيت رحت نمت. قعدت شيكت الفيديو الا في ردود طالع، وش القصة؟ الا في واحد اسمه كافريش واو قال لي جربت لعبة بابليون توينز، نسخة لصية من طلاب عراقيين والنسخة الدمو متوفرة مجانا على جهاز أميغا 600. I was like أميغا 600 لا يكون ما يفهم في الأجهزة، يعني وش القصة؟ وش ما تعرفون الأميغا 600؟ أو actually ما في أميغا 600، ما أعتقد الأميغا 500. الأميغا جهاز كمبيوتر قديم على ال هو جهاز كومودور بس سموه أميغا، أعتقد بسبب إن الكومودور كان سمعته سيئة أو something، ما أدري وش تاريخه، أنا ما أصلا عندي أميغا. فقلت له الجهاز من التسعينات متأكد، خليني أبحث عن الموضوع. فقلت أبحث عن الموضوع فقمت أبحث عن اللعبة وشفت الموقع الرسمي منفتح في 2007 ومرفوع عدة فيديوهات، بس لما فتحت الفيديوهات قمت اطالع هاي لعبة جوال، هاي لعبة جوال، لعبة اندرويد، ما هي لعبة اميغا، وش القصة؟ وش الطبخة؟ there's something wrong يعني. فقمت ابحث زيادة ورحت شفت الموقع الرسمي، يعني نفس الشيء لعبة جوال ما ادري بالضبط. فهنا اكتشفت اوه ترى الموضوع اعقد من كده، اللعبة كانت مصممة على الأميغا بس ما اكتملت. فقبل ما نتكلم عن الموضوع ده يعني خلينا نرجع على المفاجأة الحقيقة، يعني قلت لعبة جوال، لعبة جوال يعني كيف لعبة جوال؟ يعني لعبة تلفون، يعني كيف لعبة تلفون؟ يعني يشتغل على تلفون قديم كده يعني أصدق. ايه الو ممكن ألعب اللعبة؟ لا للأسف ما في لعبة جوال زي كده. المهم النكتي اللي فوتت المفروض اقولها قبل ما اقولها بالجوال، بس anyway في الفيديو ده ما مجهز لي. فوشو الاميغا الملعون؟ الاميغا واحد من الاجهزة دول الستينيات، فكده اشكالهم دولة ما في هارد ديسك، ما في نظام ديسكات، يبقى توصل بجهاز بكيبل عشان تحط درايف بي او درايف اي. بعضهم كانوا يشغلون شوف حتى لو هذا السيرفر درايف بي ودرايف اي توصلهم بكيبل تبع سيريال، بس الاميغا كان من الاجهزة الاولية اللي كان فيها graphical user interface operation system ويشتغل دون هارد ديسك. يا ينباك تحط البوت ديسك، ينباك تنتظر سنة في كل مرة تعمل لودينج لأي شيء، وكان من الاجهزة القديمة. فالجهاز هذا كان متطور، لان الاميغا الكمبيوترات القديمة تبع الكومودور كانت الميموري فيها حتى اقل من 500 كيلو بايت، هذا الاميغا 500، هذه 500 كيلو بايت، وخر بالك. الديسكات الايام اللي فلوبي ديسك اللي في التسعينات طلعت بعدين صار فيها 700 كيلو بايت وصار فيها 1.4 ميجا بايت، ف ما تقدر تتخيل وش المشاكل في الدعكه ايام زمان. ف فأنا ما عندي خبرة في الأميغا، بس كأنه جهاز قديم، كأنه الصخر هذا الصخر. فهذا الجهاز كان فيه ديسكات وكان فيه أشرطة وفي عندنا ما زال شريط. الجهاز هذا جاباني الأصل، اسمه MSX، وكانت كونامي مشهورة تعمل ألعاب عليه.
وكانت فيها العاب واجد تعليميه في ذيك الفتره. فادي جونيز من كونامي ما زال الشريط عندي. دول كنا الالعاب نلعبها من زمان في صغرنا. فالاجهزه ديك الالعاب العربيه في ديك الزمان كانت معظمها شركات تعريب تاخذ العاب اجنبيه education او entertainment وتترجمهم في التسعينات وفي الثمانينات. ولكن مو معناه ان كل الشركات العربيه كانت تترجم. كان في شركات عربيه تعمل برامج تعليميه عربيه وكانوا يبوقون كوبي رايت ايكونز مثل دونالد داك وميكي وغوفي رموز ديزني ما هو رسمي. كان في شركة قطيفية للحاسب. الديسكات كان عندي بس دورت عليها دورت ما شفته للأسف. فمن زمان بسبب الميموري ومشاكل الميموري كانوا يحاولون يحصلون حلول له. كانوا يعملوا برامج على أشرطة كاسيت. وعند الوالد أجهزة كاسيت أيام زمان لأن أصحابه كان عنده واحد من أصحابه مبرمجين كانوا يبرمجوا على أشرطة كاسيت. هذا شريط صوتي ما هو برامج بس كانوا يستخدموا شريطة زي كده شريطة أصغر الكاسيت للحفظ البيانات والتعامل معهم كان مرة متعب. ففي عندي شريطة كاسيت هنا هذه واحدة من الأشياء اللي حصلت أنا قاعد على الديسكات وللأسف ما شفته. لاحقا صاروا يطلعون الدرايف A والدرايف V للأسف ما عندي أمثلة لهم. ثم لاحقا في الـ 94 طلعت السيديات والسيديات بعدين طلعت الدي في ديز. فهذه كلها امور في ذيك الفتره قبل ما يطلع اليو اس بي بفتره قصيره بدات تطلع ديسكات ضخمه تحفظ الذاكره. فانا مثلا الديسك كان عندي اكثر من مثال زب واحد من اشهرهم في ديتو في اشياء واجد هذا في 100 ميجا. انا قاعد اتكلم لك عن كمبيوتر ما في هارد ديسك والميموري الكامل حقه 500 كيلو بايت. الكمبيوترات قديما كانت تعيش ب 64 كيلو بايت. فالديسكات هذه كانت مشهورة جدا. كنت اتمنى لو يكون عندي واحد لان ما كان عندنا سي دي رايتر في ذاك الوقت لانه ما كانت موجودة التقنية يعني متوفرة كانت غالية جدا. فكنا ننقل البيانات بالديسكات A 1 ميجا للديسك. فنرجع لقصتنا. اللعبة من تصميم وبرمجة رباح شهاب مصمم مبرمج واصحابه اثنين واعتقد اخوان بس يمكن ما هم اخوان. الرسام كان اسمه مرتضى سلمان والثاني كان دكتور اصلا بس يعزف موسيقى. هو اللي يعزف موسيقى اللعبة اسمه ماهر السلمان. فلان هذا اسمه سلمان وهذا السلمان يمكن ما هم اخوان. فهو عملوا اللعبة بس ما قدروا يطلعوها بسبب مشاكل اقتصادية ومشاكل في العراق. كان في حرب العراق المشهورة في بداية التسعينات. ولكن في 2007 طلع فيديو في يوتيوب لعبة أميغا وجماعة البيك فان للأميغا صادوه قالوا لازم تطلع هذه اللعبة لازم تطلع المصدر كامل حقها. فمع السبورت ومع الكلام وشكلهم أزعجوه شوي قرر نفتح كيك ستارتر بس صارت مشاكل بعد وظلوا فوق 12 سنة يطاردوا يبون اللعبة كاملة على الأميغا. هنا الموضوع اللي بدي اتكلم عنه. ناس واجد يقولوا ليش ما في العاب عرب مشهورة ليش ما في العاب عربي مشهورة وناس واجد تقول لهم والله في العاب بس ما انجليزية فلاك ما يعرفها. مو هنا السبب. الثقافة عندنا ما كان عندنا ثقافة ان الالعاب كول في ايام التسعينات الثمانينات. ما كان عندنا ثقافة ان الناس عادي تلعب وتلعب العاب بازل العاب دوس. ما عندنا خلفية في استخدام التقنية. الكولتشر بكبر ما كان التلفزيون حاجة جديدة عليه في ذاك الوقت. ف يعني معظم الناس اللي في الثمانينات يستمعون للراديو ما وش دخلهم فيديو جيمز. ما عندهم اي خلفية في فيديو جيمز. وحتى لما الفيديو جيمز بدأت تنتشر في التسعينات كانت عيب في الكولتشر. هذه الالعاب اللي هالكخ. الحين الالعاب بدأت تصير كول والجميع قام يناطط ويتعرقل بنفسه عشان يعمل يطلع فلوس ويطلع استثمار اسرع ما يمكن. بس هذه اللعبة واضح ان اللعبة بلاتفورم بازل قديمة ايام الثمانينات زي لوست فايكنجز مثلا من بليزرد زي ما بدي اقول ديانا سيسترز ودولا فيها العاب واجد كانت بازل زي كده زي هوكس بوكس من ابوجي.
فاللعبة دي الألعاب حاليا ما حد يلعب لأنها هادية يعني. فأنيوي هم طل اللي سووا الجيم مع التشجيع ومع كل شيء جمع الفريق القديم اللي حقه في 2014 أعتقد و عملوا لعبة من الصفر على الأجهزة الحديثة على الجوالات وما بد هو كم شكله كمل او بعد يشتغل على القديمه على الاميجا لان الاميجا صمموها بلغه التجميع والبرمجه عليها مره متعب. فانا نزلت الاميجا ايميليتر اول ما قريت الخبر وقمت اقرا عن القصه وتقدر تقرا عن اكثر بترك لكم اللينك القراءه دي زي ما قلت لكم لولا الفان تبع الألعاب القديمة وتبع الألعاب الأميجا كان الموضوع أنه ما اشتهر. فأنا رحت نزلت الأميجا إيميليتر وشغلتها على الأميجا 500 وحاولت أشغل الجيم وما شاء الله اشتغلت يعني لايسنس أندر هذا تبع الإيميليتر فيرجنز بابليون توينز ديمو the first made in Iraq game developed by the Commodore Amiga between 1993 and 1994. اوكي 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 وفجأة طلع الكونسول. المشكلة ما عمري استخدمت اميجا فكتبت ران لود لود ستار لود ستار 81 هذا كمان كان يطلب من البوت وين يقل الملف في البوت في المكان الميموري الادرس العقة فهذا الادرس الديفولت اللي من غلطان ما متأكد اذا كان 81 او 18 وهذا اي ملف مو مهم امشي انه يكون في الادرس ده ران ما عرفت شغله فقلت تعرف خليني اروح ادور على الدوكيومنتيشن للزفت للجهاز قمت اقف دوكيومنتيشن قلت لا انا ما شاطر في الايميليشن ما انا شاطر في السيميليشن ما انا شاطر في حاولت اشغل ويندوز 98 ايميليتنج في ال فيرجوال ماشين وجاب لي العيد لان انا ما اعرف اتعامل مع هاردوير افتراضي الشغلة مرة مي علي لو عندي أجهزة هاردوير أقدر أتعامل معها بسهولة لأن كنت في صغير أصلح أجهزة بس فيرجوال فقلت أعرف ما في لضيق واحدة أروح للأميجا زفت الكوميونيتي وقعد أقرأ وقعد أقرأ 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 إلا طلع موضوع كبير أكثر من 12 سنة قاعدين أو 16 سنة قاعدين يطاردون الرجال رباح يبون النسخة الكاملة يبون يدفعوا له فلوس يبون يدعمون بس يبون النسخة they are huge fan of أميجا وشكلهم غثوا أهله زين يعني لين ما الأدمن قفل الموضوع شافوا إن الموضوع ما بي يقدروا يحصلون اللعبة كاملة حتى في ناس قالوا إيش رأيكم نروح للميوزيوم للمتحف نروح بديسكات نطلب منهم نسخة من الجيم فالموضوع مثير للاهتمام أنا قاعد أقف فيه يعني فقمت أبحث كيف الحل وين الصفحة اللي يلعب لي صفيتها شكله بالغلط يا حبيبي شكله طفيتها بالغلط إلا في واحد قال إن عنده نفس المشكلة ما قدر يشغلها واحد قال له جرب تشغلها على الأميجا والله كان ممكن أراويكم الصفحة وين هي فأنيوي نشغل الجيم فلو تشغل الجيم هذا أميجا 500 بيقول لي ما عندك رامات روح ثبت رامات روح نعطيه 1000 أوه نسيت ما حط ديسك سوري give me a second اختر النوع الموديل 500 بلس هذه اللعبة مصممة على الجهاز هذا روح للرامات نعطي رامات روح للجهاز ويعطيه ديسك فأنا نزلت الديسك الديمو هذا هو شغل اللعبة ألعاب الأميجا يبغى الصبر you need to wait a lot عشان تشتغل المفروض خلي اللعبة تعمل كابشر الجيم فإذا أنتم مو من نوع الصبورين don't stay ومع هذا بعد simulation بعد يعني أو sorry emulation فا يعني عوائق الهاردوير والأخبار والمسخرة دي ما هي موجودة يعني
فما راضي يشتغل يمين يسار فوق تحت ما راضي يشتغل. فانا والله بفاتح الصفحة بس بيني وبينكم بقالي سنة عشان اطلعها من جديد وين قريت المعلومة يعني من ال documentation وقال واحد شغلها على اصدار 1200 فرحنا الرام نعطيه 1000 رام 1000 كيلو مش 1000 جيجا مش 1000 ميجا 1000 كيلو لا تروح بعيد. والرام هذا يستخدم كهاردسك ترى يعني تقدر بلغة تجميع اللعبة. نفتح اللعبة من جديد حتى رحت نزلت لعبة ثانية عشان أتأكد الأوميليتر شغال لا ولا أنا بهيم ولا لا يعني هل أنا سويت شيء غلط واشتغلت اللعبة الثانية أوكي بس هذي ما قاعد تشتغل. فشغلنا الـ 1200 أميجا ننتظر شوي and there you go it seems worked. ليش ده ما هو full screen full. بابلون 598 مرحبا بكم بتوأم بابل. King Naboo was on conquest to expand the empire land. شغل 1992 93 94. The king was late in his return. The great sorcerer of Babylon seized the opportunity and crowned himself as the king. الملك جعفر على غفلة. جعفر بدأ يرجع يوم ليوم للأسف. Anyway. The twin crown princes, Nasser and Blasser, knew that the only way to defeat the sorcerer was Eurytus Law. The sorcerer knew about the twins' plan and ordered to put them in isolated prison cells. و تقول لي ليش ما مكتوب عربي؟ تروح برمج لعبة عربي بعد تعال كلمنا. و تقول ليش ما مكتوب عربي؟ Blasser found a way to escape his prison cell. Blasser, is that even a name? وثانيا فيصل بابلون اسماء عربية. What's going on here? Anyway, أنا ما أدري كيف اسماء البابلية أشكالهم. As to save his brother Nasser in order to continue their mission to save the Babylonian Empire. والله شغل الدكتور سلمان جميل جدا في الميوزك. فزي ما قلت لكم اللعبة بازل قديمة لا تتوقع ميكانيك حديث. مشهور الأميغا والتندر والتاندي إن رسوماته كانت واجد أفضل من الدوس. ريديوس الـ 99 ميسو بوتا ماذا سارغان بغداد 1994 credits programmer and designer. ليش في الصور رباح شهاب graphics مرتضى سلمان music ماهر هشام special thanks to أودي حسين ناصر سلمان علي عبود. طبعا الديمو هذا انتج في قدام مش ديك الفترة من ديك الفترة ما قد اخلص المشكلة التحكم وكل شيء I have no clue. اوكي فخلينا نجرب النامباد. العاب القديمة معظمها تستخدم النامباد فخلينا نشوف نامباد شيفت كنترول. اوه 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 كان عام قديمة. الأربعة والستة والثمانية والاثنين يتحرك بس الخمسة يضرب.
control, shift, base, not four. The music, I love it. على فكرة لأن اللعبة معمولة بلغة التجميع ومعمولة الحين تشتغل على simulation. توقع في لحظة ممكن تخرف أو تصير مشاكل غبية أو يبدأ يطبع برا الميموري أو يبدأ يشغل موسيقى الصور كموسيقى. Save your brother and remember that. Remember what? This is a very old prison that most of the walls and grounds can be destroyed easily by beating it with your body. Zero's face, nervous. Control, delete. Ooh. I can handle that. Come. يمكن لو أعلق على 5. اي والله ما شاء الله سونيك على غفلة. اوكي لو أعلق على فوق 5. اوكي كيف هذا فوق؟ وأعطاني هند من الذين قال لي في جدران تتكسر. ما يقدر ينط ما مش حال. إلى هذه البداية ما احنا عارفين نطلع من الغرفة الأولى. أم بأشحن أسرع بعدين أنط. نوب. كمان يا فيصل مالي ناصر مالي بلاصر. كمان نوب. نبي نشوف قدام زيادة يعني كمان. تلفيرات الصوتية. I have no idea كيف أوصل هناك. I have no idea كيف أوصل هنا. كل شحنة كاملة. اوكي عندي نظرية خارقة يمكن مسافة تفرق. ما شحنت الكامل. I'm not here. I'm in heat again, huh? انا ما اقدر اكلمه ما اقدر احرره ما اقدر. اللي زعجني يعني في هو فوق بلاتفورم بس ما اعرف اوصل له. طبعا لما تتحكم وتنط ما يمديك تضرب وانت معلق على النقطة. الاجهزة القديمة ما تتحمل انه تقبل اكثر من زر في نفس الوقت. فما ادري هي limitation تبع الجهاز, limitation تبع simulation, limitation تبع الكيبورد. I have no clue. ما مشت امور قديمة للدرجة دي. I have no clue what to do. This is embarrassing. انا عارف ان فيها مراحل اللعبة. فيه هو ترك تيتوريال بس بيني وبينكم انا حبيت اختبر اللعبة من الصفر.
يمديك تشحف له. اوكي 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 اين السؤال الذي يطرح نفسه؟ وين يبدا ينط؟ Okay, we are a game. We are a game, Mario. Oh, ouch, ouch. Ouch, 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 ouch. Oh, come on. Let's save him and all. شوية حماين ما لقى الصيد. Okay. هذا مبتدا. اوف اوكي وات ويت وات 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 هابن حصيت تحت و لا يكون لاني مات اعتقد this is a glitch this is a glitch right اصير تكزت جيم اوفر على الاقل اعرف انه في حبه تكزت اصير تكزت من جديد نص سنة العاب قديمه you need to be super patient بس على الاقل اعرف وين اروح خمسه اوكي اوكي فالعاب قديمه العاب قديمه بازل يبالها صبر يبالا تجربة يبي لها تعرف كيف الميكانيك شغال وكيف المبرمج يفكر تحتاج اشياء واجد يعني الالعاب الحديثة ما فيها الامور دي فلذلك الفان بيس تبع الالعاب القديمة والريترو هم اللي انقذوا اللعبة دي يعني هم اللي عملوا سبورت لصاحب الشركة وساندوني يكمل المشروع لاعبين قديمين ما يلعبون العابهم وكذا لاعبين العرب اقصد انا ما اقول كلهم انا اكيد في لاعبين عرب يهتموا بالامور دي انا عربي افتر اول فانا احتاج مفتاح اوكي وان هيت كي او نو بروبلم كمان من لم يموت بالجندي مات بالسيفي مات بغيري اوه كمان نفس مشاكل الالعاب بالكنترول ان النقزة المفروض ما تكون فوق صعب تعمل بلاتفورم هذا تعليق دائما اقوله let me start over طز النجوم مو لازم تاخذهم ايش فيك انت يعني لو الشفت او السبيس تنط كان واجد اسهل البازل بس انا قاعد اتكلم اللعبة صممت في التسعينات سو وصممت بلغة اسمبلي سو شدب بلاي حتى نفس طريقة العلامات للالعاب البلاتفورم القديمة ان في علامات في كل مكان في جواهر في مفاتيح في نفس المايك دي اللي فهم مش عارف اوكي ما كنت اقصد بس ليتس جو نسينا نجمة بسم الله مو لازم بيرفكت ينقل اخوه اول ما تقدر تنزل لا ما يقدر يشمس ففي طريقين في يسار مفتاح يمين المفروض اوكي بس فاتوني يلا مفتاح اوكي
ما ادري ارجع ورا اشوف. انا ما ادري ايش فايدة السيف اذا ما ادري قد اقتل شي يا اخي. بس نو برافو نو برافو. Take it easy. Seriously? انت اللي بتحارب الساحر. Come on! Really? ولا رافع ايدك اللي يتفرج علي. بوكس. You cannot pass. احتمال تخريفه يوم تحولت لاخوه فجأة من قبل ما كان مفروض اتحول له فلا طلعت من الجيم انا. كان ما نحرج الوضع. دبل جمب عملنا جمب للاثنين. اوكي 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 هذا يدوخ بس ما يموت. ضربة شعر ما له داعي. Give the golden statue to the guard to let you go. You can destroy the ground between the big bot and the hangar prisoner. اتمنى لو في دليل وين المكان الجدران تشوفه تنكسر. هذا مو هانج هذا اكل عليه ودهري وشرب. هذا هانج. No لا 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 انزل بابا انزل. هنالك سيوف ضائرة. لازم الشركة اللي كنت تحت مكتوب. يعني انتون الايفل يعني تبع السحر اللي بين السجن ده. سيف از فريكن يوزلس. وش هنا بيبي يعني؟ ما اغرق عليه احنا. يمكن اخوي يقدر يستخدمه. عادة الالعاب بعضو زي كذا اللي تلعب اكثر من شخصية. كل شخصية لها قدرات خاصة. اللي يقدر ينط، اللي يقدر يعمل شارج، اللي يقدر يهجم. I'm sorry your majesty. الفار قتلني. ضربني. اوكي. Now you're sorry ها؟ بخشيش. السورد هذا ما له داعي. قسم بالله ما له داعي السورد. سورد وحماية والنهاية فيران وخفافيش. There's the loot. على الأقل آك ما قد لاني يتزحلق ما يتوقف على طول. اوكي. بلاتفورم غريب بس. We will dig that. Oh boy. That was fair. Okay, that was fair. And if you want help. ما نقدر ارجع للبيبات فوق. اوكي الحين رابع ما ادري ليه. نو بروبلم نو بروبلم. خلينا نجرب هذا. خلينا نجرب اللي في النص بعد ما يدق السيف. على راحتي يدخل او لا ترى. اللي في النص ما راح يدخل. يمكن مختلفين اللي تقدر تدخلهم اللي ما تقدر تدخلهم. انوي ار باك. احتمال واحد منهم مدخل واحد منهم مخرج. The question is which is which. يب بعضهم تقدر تدخل منهم بعضهم تقدر تطلع منهم.
بس مو واضح في الرسم، او على الاقل مش واضح لي وين اللي تقدر تدخل وين تقدر تطلع منه. او كمان اوكي انا ما راح احاول اروح يسار. I'm going to kill myself soon. Okay. مكان جديد. مكان جديد. Oh, come on! هل في نقطة حفظ؟ Thank you Lord. اطلق سيف. اطلق سيف. ما أبي وعده. This game, man. This game. Come on. اطلق. والله ما ادري اشحن ولا لا. انا احاول انط عليه. لا 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 لا. اوكي. اوه بوي. ما ادري مفتاح. Good luck finding that. Oh, what? ما كنت اقصد. لا كنت اقصد. عبقري. Find a stone bottom before you leave this prison. النخلة متحجرة. اوكي. ما ادري اذا يقول كلام ثاني ولا بجاست. في قفاشة هنا عشان يأديك. Okay. Oh, screw you. I get it. No, good luck. I love this game. Oh boy, this game. Oh, okay. لو السيف الأم داعي كان ما صارت المشكلة دي. بس يلا. نوب. Do you. I have no idea. يمكن في ممر ثاني. يمكن اللي تنطط تبعد أبعد مني. لا. Oh, this is really not fun. But it's challenging, but it's annoying me now. هذا لو يوديني مكان ثاني هذا. أنا ما أقول إن اللعبة سيئة. أنا مو من النوع اللي أحب ألعب ألعاب زي كذا. ولما كنت ألعب صغير لأن كانت الألعاب موجودة يعني. بس هذا أنا ما أعرفه. لعبة ترفع الضغط بدون شك. بس الألعاب قديمة زي كذا they are difficult. فما تدري الحين يعني هل في حفرة فكرة ما، هل في جدار ينكسر في مكان ما، ما تدري. هل لعبة الأندرويد سهلوه سووه شيء أوضح بشوي، ما أدري. أنا ما أدري إذا يقول كلام زيادة ولا لا.
it will help you later. لا تستغرب الالعاب قديمة لو في شيء فاتك ممكن اللعبة game over بس بخلوك تكمل يعني. بس مو عادة البلاتفورم كده, عادة دولك العاب البازل, العاب الكوست. يا الله لا تنط في الجيم ده ولا بيجي خنجة في بوزك. يمكن في شيء انا فوتته في جهة اليسار. Let's try again. Thank you. خليني اشوف اذا في مكان ثاني ما شفته. النوب ما رضى يدخل على الباب اليسار. اخذ السكينة وفلت بحلق هذا اللي قاعد يفلته. هذا البيب ما اقدر ادخله. احتمال من جهة ثانية بس. يعني في طريقة ترجع هنا بطريقة النوم. اوكي. عرفت الحل. اوكي. لا نوت. ما يرضى يتحكمين. سكرو مي. اوكي. ما يرضى يشحن لما تنط وتتحكمين. اوكي. لما تنط فوق تقدر تشحن. بس ما تقدر تتحرك لما تكون تنط وتقدر تشحن. بس يمديك لو تترك فوق. يا يمديك بس التحكم ده بيكون شوي مأساة. ومع ألف سيف ما عليك يمين صار. والجندي العبيط اللي راح جاي. يعني good luck doing that. الله يرحم والديك. حد يمين واليسار لا تقعد تستعبط راح جاي. يا رايت جود لاك دوينج ذات. ما اعتقد في اي شيء مهم هناك اصلا. يمكن بالي العب يدين فهني. I'm going to cry man. I'm going to cry. وصلنا بعجوبة. انا طحت بسهولة لان على طول يزحلق ويطيح بسهولة. يطيح بس مو مستحيل. اثبتنا انه مو مستحيل. بس الصبر عشان تلعب دلعب مستحيل. Thank you. Thank you, my lord. Can I continue playing now? All right. Okay. I'm gonna make a khandaq. just reach there, will you?
No problem. No problem. لا نطيك بدري. فلتت بالغلط. Of course. لا تموت. استني لما تشوف الخنجر عم يطول. واجد. هالمرة مو انا الفلتة. I don't know. Oh, fuck me. Fuck me. Just fuck me. Okay, okay. ما يمديك تقصك ثمن حبتين على الكيبورد ينبالك. طريقة ما بضل شاحن. تنقز فوق تعلق على فوق يوصل على ما يمكن بعدين تروح يمين بعدين تفلت النقطة. إن كل التحكم في النب هذا ما في لا شيفت لا سبيس لا كنترول. سكرو يو يو نيد تو بلاي لايك ذس. تحط ايدينك كده على المربع ده ان عندي العب يد واحدة بس اني اعمل حركة اني انوط واشحن وده انسى. خلينا نحاول من جديد. والمرة بعد الجيم اوفر ده فقلت طبقة طبقة حاولت انط فوق بس نوب. على الاقل فيها ريذم اللعبة. I believe. الفيران. وش قصة البيت؟ I have no idea. افلت. Screw you far, screw you. That's a tough luck of shush it. What? Take that deuce for coin. Okay. اوكي اتمنى اني اقدر اعصب الحارس الغشيم لرفع ضغطي قبل شوي ابرد خاطري فيه شوي من بعد ما اغرز الخنجر في anyway. لا ابي اخذ لون اوكن فقد هذا بس كده. اطلق. زين بابا وينك؟ نوب نوت هيم نوب فاكين بروبلم. افضل قدم اول. واجد بعيد. يا الله this is horrible. This is horrible. This is horrible. ليش اخذتي؟ اوكي اوكي المفروض احقره يا اخي. Yeah, fuck you. Whatever.
أنا أعرض أن أنا أبقى. Oh, Jesus. That was annoying. That was annoying for real. Okay, okay, need this way. Need this way. I must do it. I can do it. I could do it. لو ما طمعت واخذت الون اب فكرت اني بقدر ارجع بسهوله بدون ما اتزحلق 1000 متر. اطلق. اقدر افتح الممر تحت بس ما ابي افتحه، ما ابي ازعجني. يمكن استراتيجيتي غلط. يمكن انط اتقدم عليه اشحن. ما شوي صعبة لأن ما يمديك تشحن، ياخذ وقت. ما ليش ما دعست الحين؟ جدار يسار ولا الجدار هذا ينكسر؟ ايوه انزين بدنا نرجع. وات؟ كيف انفتح؟ ليتس جو، ليتس كونتينيو. ما ادري كيف، ماني متى اخذت المفتاح اصلا. ليتس جو. اوه لحظة، المفتاح اخر مرة اللي اخذته انا فتحت باب ثاني بين. Let's just continue. Let's just continue. And في مفتاح ثاني. أيوه شفناك يا تعبان من جد. أجوني لحظة، نبالي ألعب لعبة شبكة عنكبوت. اتمنى اني اقدر اخلص الدور الاول بالغلط. زين متاكد ان اخوك يستاهل انقاذ اصلا. I'm just asking يعني. زين ما قدامي. Oh, screw you. يجي الفار بيديني. قلنا كذا. يعني شكلي طلعت من السجن بس ما شفت اخوك. اوه almost there almost there. البيبان مفتوح المفروض صح؟ صح؟ عجوبة انه ما صابني. الحمد لله. ما ادري اذا في طريقة في بلاتفورم على اليسار ده. انا جاب انط باح يسار بس فد انفتح الباب. I was like whatever. But I will just continue now. طريقين دول ينبالي انتبه. Of course طريق مغلق.
I mean, what did you expect? انتبهت في بلاتفورم هناك. انا ما ادري كيف دوقتها اخر مرة. اوهو ياك وزحلقتك يا اخي. كمان. Unfucking believable. I never liked the three Vikings or the last Vikings. I will be honest. Anybody in the top eight? Topic of luck. I'm doing this. We are doing this, I don't care. Not Baba, not thank you. Not fuck me. Unbelievable. Unbelievable. Well, whatever. Just whatever. Oh, what? مو مشكلة. كمل. لا ما في بلاتفورم على اليسار. So whatever. Let's go. لا يكون دين كسر ما يحتاج مفتاح. I hate this game. I really hate this game. Okay. كيف أحرك؟ At least وصلنا لأخوه بس ما عندي خبرة كيف تحرر. يمكن بالي البالم تري أو whatever it was. عملنا glitch وانتقلنا إلى بالغلط من قبل. ما أدري كيف. بس أنا طفيت الجيم لأنه ما أبي ألعب بglitch. Hey bro, wake up. انا اشوف كي مابينج الايميليتر. لا في الغاز بعد وسبيد ران بعد ما تخلص دف مودة محدودة شان ده تحت دف ثانية. Yeah no thank you. بيكتف ضغط دمه وانا قاعد حلقة الصدى الاول. وين التحكم؟ What؟ عصيت 1F رجعني. اوه شيت 1F تقتل نفسك. 3F طف الموسيقى. اوكي اوه مان
في ال equal وال backspace وال tab. Too late. أنا عصيت كل حبات على أخوه. And we got nothing. I'm not going there again, will I? I'm طخيت ترى. This game is a little bit يمبلا صبر. A little bit. تذكرك بعض الألعاب بعض الحلوين ولا؟ في أنا باب ورا ما فتحته. Screw you. مرة ما عندي مزاج خلق. Backspace, enter, زائد, ناقص, ناقص, shift, ناقص, control, alt, space, z, بس كل حبات. احزروا كيف تعمل حركة دي. تحت لا ضربة لا ثلاثة واحد سبعة تسعة ثمانية ستة أربعة لا ما بتعص خمسة وبعدها اثنين على طول أو تشندس وتضرب. أوكي fair enough. لحظة أنا كان يمديني أركب عليه. Now it's not working. ما بتضغط عليه يعني بشكل محدد يعني. No, it's not working. Yeah. تشندس تضرب. It's not working. ما بتعص خمسة بعد اثنين على طول. Sometimes. أو تحكم أخوه مختلف. I don't know. I have no idea. اوكي كيف اجيبه؟ ايوه اوه كمان جينا بعجوبة. عادي طز اخوك حررت نفسك. Fuck him. Let's him go. And we finished the demo. Thank you Lord. I don't want to see this game again. لا تفهموني غلط. لا تفهموني غلط. اللعبة ممتازة من ناحية البرمجة من ناحية امور واجب ممتازة. And أنا جربت أعمل برامج بلغة التجميع. الشغلة مي أبدا مي سهلة. عشان تقرأ الرامات أو تقرأ في ملف أو تسوي أي شيء يبالك تكتب عدد كبير من الأسطر. يبالك تستخدم الأوبريشن سيستم لكل شيء تبي تستخدمه. على كيفك تروح تحرر تستخدم الميموري راح تأمك. لازم تتعامل مع الأوبريشن سيستم مع الهاردوير بالأكواد and تصلي لربك إن they will do the right thing. يعني إن تطبع صور وتعمل variables وتعمل متغيرات وتعمل game بلغة التجميع. It's a different story. فأشهد عليهم يعني they are great programmers. They made a great game. They have huge ambitions and اللعبة أساسا من الأسلوب القديم ألعاب البازل القديمة الثمانينات ف أواخر الثمانينات فالتسعينات جاك رابت يعني والألعاب زي سونيك بدأت تتغير شوي. صحيح أنه كان في آيتم واجد وحلقات جوش سونيك واجد بس على الأقل آيتم من قبل زي لعبة زول زي الألعاب دول القديمة تشوف فلوس وترجرز وجواهر في كل مكان أو حلاوة على حسب الثيم من هالنوع الالعاب دي. للنوع ده ما
موجود لك الريترو الحين يعني. فما ادري اذا اللاعبين العرب في الجوال اللي يلعبون جوال بيهتموا بالالعاب دي ولا لا. بس اي وين جماعه زنقه؟ وين جماعه السعودي جي بي؟ تبون تلعبون العاب عربيه؟ هذه اللعبه موجوده، موجوده على الايفون وموجوده على الاندرويد، موجوده على ابل تي في which I have no idea what's this. فاللعبه موجوده بصناعه عراقيه اصيله. توأم بابل. This is a great, this is a great news. شكرا لخوينا اللي ترك لنا النوت. واو وش كان اسمك؟ something wow wow wow. قاعد احس في كادوت وانا نايم. كارفريج واو شكرا للمعلومه. استمتعت اللعبة. It wasn't bad. It wasn't. ينبلى الصبر. ألعاب القديمة كلها ينبلى الصبر بدون شك. وإن شاء الله تأخذوها قوي. بحط في الديسكريبشن موقع اللعبة. تقدر تزورها على Babylon Twins. Babylon Twins. توأم البابليين. ليه ما هو Babylon Twins؟ بس anyway. And hopefully you have better experiments. لأن احتمال كبير على الآيباد أفضل، يمكن تحكم السلة أو something. I don't know. But hopefully you have fun. شكرا للمتابعة. ونراكم مرة أخرى.